قال مركز دراسات والإعلام الاقتصادي إن البنك المركزي اليمني فشل في أداء معظم مهامه منذ نقله من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر من العام الماضي. وأكد المركز في تقرير جديد له أن البنك أخفق في إدارة السياسة النقدية والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائفه المنصوص عليها في القانون. وأشار التقرير إلى جوانب فشل أخرى وقعت فيها إدارة البنك المركزي، أبرزها عدم قدرة البنك على إدارة الاحتياطات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل والتوقف نظام السويفت غم إعلان البنك تفعيله، إضافة إلى عدم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي سيد مصطفى نصر. سيد مصطفى، قلتم إن البنك المركزي اليمني في عدن فشل في إدارة السياسة النقدية والرقابة على البنوك، ماذا يعني ذلك على المستوى الاقتصادي تحديدا؟ نعم سيد مصطفى، هل تسمعني؟ سيد مصطفى، قلتم إن البنك المركزي اليمني في عدن فشل في إدارة السياسة النقدية والرقابة على البنوك، ماذا يعني ذلك على المستوى الاقتصادي إن كنت تسمعني؟ وبالعودة إلى الخبر السابق، يعود إلينا من جديد وينضم رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي السيد مصطفى نصر. سيد مصطفى، قلتم أن البنك المركزي اليمني في عدن فشل في إدارة السياسة النقدية والرقابة على البنوك، ماذا يعني ذلك على المستوى الاقتصادي تحديدا؟ شكرا جزيلا لك والمشاهدين الكرام. في الحقيقة أن هذا التقييم الذي أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بني على 15 مؤشر من مهام البنك المركزي، ومعظم هذه المؤشرات أخفق البنك المركزي في النجاح فيها. هناك بعض الجهود البسيطة في بعض الجوانب، لكن للأسف الشديد لم ينجح في معظم هذه المؤشرات. ما يعني أن إدارة السياسة النقدية في البلد ما زالت هناك ضبابية فيها، وهناك غياب لدور او لتفعيل دور البنك المركزي في اداره السياسه النقديه وفي الرقابه على البنوك، في تفعيل عمل البنك في التواصل مع البنوك المحليه والاقليميه، وايضا في تفعيل وحده مكافحه جمع المعلومات حول غسل الاموال وتمويل الارهاب وغيرها من المهام التي يفترض ان يقوم بها البنك المركزي وفقا لقانون البنك المركزي. هذا ينعكس بصوره كبيره على الاوضاع الاقتصاديه، لانه كما تعرفين ان القطاع المصرفي او يمثل القلب، قلب العمليه الاقتصاديه. نعم بالتاكيد. هذا اثر على سعر صرف الريال، اثر على تراجع كل المؤشرات الاقتصاديه في البلد، و يمارس او يزيد من حاله مفاقمة الوضع الاقتصادي. نعم سيد مصطفى، يعني ذكرتم أن هناك غموضا في الموقف الإقليمي والدولي من قبل البنك المركزي، وهذا يتناقض تماما مع ما يتحدث به المسؤولون من أنهم استطاعوا إقناع المؤسسات الخارجية ومنها الفيدرالي الأمريكي بالتعامل مع المركزي في عدن. كيف نفهم هذا التناقض بين تقريركم في مركز الدراسات وبين كلام مسؤولي الدولة؟ مسؤولي البنك الدولي تحدثوا عن ان هناك قبول لموضوع اداره البنك المركزي وغيرها، لكن للاسف الشديد هذا لم ينعكس على واقع البنك المركزي. لم يستطع حتى الان البنك المركزي اداره احتياطياته المجمده في الخارج، لم يستطع تحويل الاموال من والى اليمن بسلاسه، لم يستطع البنك المركزي حتى الان أن يتحصل على ودائع خارجية سواء كانت من دول الإقليم أو من دول العالم. هناك كان البنك المركزي عقب نقله إلى عدن قدم خطة مزمنة وخطة واضحة، لكن للأسف الشديد عندما التقى بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتمت مساءلته ما الذي أنجزتم، للأسف الشديد لم ينجزوا شيء ولم يتحقق شيء من هذه
الخطه التي وضعها البنك المركزي نفسه. وبالتالي يعني هو حديث البنك المركزي عن نجاحه عالميا هو حديث يعني لا يمتلك الدليل الواقعي. الصندوق النقد الدولي وعد انه سيقوم بالدعم الفني للبنك المركزي في عدن، لكن للاسف الشديد حتى الان لم يتم اي خطوه عمليه. التقصير كمسؤوليه اساسيه على قياده البنك المركزي، وايضا المجتمع الدولي لا يريد ان يتعامل مع اداره غير كفؤه، اداره لم تستطع ان تفعل اداء البنك المركزي، لم تستطع ان تقدم او تقنع هذا سواء دول الاقليم او العالم بانها قادره على اداره هذا الملف بكفاءه. نعم، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر، شكرا لك.